شايف ازاي طب كابتن جوميز يتعامل مع مباراة بروكسي؟ المباراة دي خاصة ان هو يعتبر مريح بعض اللعيبة، يعني هو مثلا في مباراة البلدية ما دفعش بدونجا ولا عمر جابر، وهيستعيد لخدمات الزناري وشيكابالا الناس اللي راجعين من وسيف الدين الإصابة. الجزيري. اه بالظبط، فيعني نقدر نقول انه معاه عدد محترم من اللعيبه يقدر يدفع بيه من للماتش ده، فشايف ازاي يتعامل مع المباراه دي؟ لازم يلعب بالتشكيل الأساسي، لازم يلعب بالسكواد اللي هو المعروف لنادي الزمالك واللي هو ممكن يكسب نادي الزمالك، لأن الفريق ده صعب جدا، بيلعب في الدرجة الممتاز به هايل. وبعدين ماتشات الكاس ياما حصلت مفاجآت طبعا. وفرق طلعت يعني. ف نادي الزمالك خد الكونفدراليه ودي حاجه كبيره جدا وحاجه كويسه، وخسران الدوري، لان لازم ابص للكاس نظره ثانيه، لازم فلازم يعني ما فيش استهتار، لازم اللعيبه كلها تبقى متواجده ومن اول دقيقه يعني. وهتلاقي الماتش صعب يعني، السنة اللي فاتت كان صعب انا جدا. بطلب اهو، بطلب ان هو يلعب بكل اللعيبه الكبيره بتاعته الاساسيين، والماتش هيبقى صعب جدا، هي ماتشات الكاس كده، ف ما فيهاش حل ثاني. لكن يكسب. الولاد اللي لعبوا وعايزين نحافظ على تواجدهم في الملعب وعشان ياخدوا الخبرات والكلام ده كله، لسه في ثلاث اربع ماتشات خمس ماتشات في الدوري يلعبوا، لسه بقى لنا ماتشات لسه. يعني اربع خمس ماتشات او سته يعني يلعب، مفيش مشاكل. ف بس ما يشاركهمش في مباراة الكاس، يعني يريحهم لمباراة الكاس. لازم ماتش الكاس ده لازم الفريق الاساسي يلعب، القوام الاساسي يلعب. وبعدين على فكره يعني احنا ما كنا بنخسر الدوري ناخد الكاس، نخسر الكاس ناخد الدوري، فانا واخد ثلاث كاسات ودوري مع وكنا في السبعينات 73 والحرب ومصر مش جاهزه، احنا ما لعبناش افريقيا على فكره غير موسم 76 77. فانت شايف انه خلاص طالما انت مش لازم موجود في الدوري فانت لازم الامال لازم. دلوقتي كاس. وبعدين الكاس ده برضو يعني يمكن الاهلي واخده اكتر مننا برضو، لكن احنا معروف بطولة مفضلة. معروف ان الكاس بتاع الزمالك يعني، فانت لازم طالما معاك كونفدرالية كانت حلمك طول لازم المجلس الاداره يتمسك بهذا الكلام. لكن الولاد التانيين انا معجب بيهم جدا ولازم ياخدوا فرصتهم تاني، ولو ابدا احكم عليهم امتى يا كابتن؟ بعد ما يخلص الموسم. خلي بالك اللعيب بيتبني يعني، بيكبر مع الماتشات، هي دي اللي حاجه بيقولوا عليها خبرات يعني. بمناسبه الموسم، جوميز كان قال يعني على هامش المران النهارده للعيبه ان الفتره اللي جايه بالنسبه له هو كمان حاسمه جدا مع اللعيبه سواء الشباب او اللعيبه الاساسيه، لانه هي اللي هتحدد الفتره الجايه مين اللي هيفضل معاه في الفريق او مين اللي هيكمل معاه كمان. هو طبعا بيتكلم كلام كويس قوي، لان هو ممكن برضه اللعيبه ما يساعدوش السنه دي وكده يطلب يمشي، ما هو في لعيبه في مدرب بيقول لك لا انا مش هو يعني بيتكلم على اللعيبه نفسها، يعني اللعيبه محتاجه الفتره الجايه ما تستهترش طبعا او ما تستهونش بعدد المباريات المتبقي من طبعا مسابقات الدوري. دي مشكله كبيره جدا على فكره بالنسبه بالظبط للعيبه، ان المدرب مش متوتر فهيشوف اللعيبه كويس، هيحكم عليهم كويس جدا يعني. انا متاكد ان في خمسه سته مش هيبقوا موجودين السنه الجايه، تمام؟ بس طبعا هي بتعتمد على موضوع القيد وفتح القيد والكلام ده. لا يعني انا شايفه الحمد لله للزمالك والاسماعيلي يعني، يعني شايفه الحمد لله مجلس الاداره ماشي في السكه دي لا انا متاكد بشكل طبعا كويس يعني. لا ما شاء الله كابتن حسين والمجموعه كلهم بصراحه بيعملوا حاجات لصالح النادي وما بيتكلموش على فكره يعني، ميزة كبيرة جدا ان ما بيتكلموش في كل حاجة بيعملوها، لكن في حاجات كبيرة كثيرة جدا بتتعمل كويس. انا عارف يعني. لا لا هم بصراحة شغالين بالذات في ملف هو طبعا القيد يعني انا بحذر اللعيبة، اجتهد لو بتنزل الملعب اجتهد، لان الحكم عليك بالظبط بيبقى بصفاء ذهني من المدرب، مش متوتر ومش عامل يعني ما فيش قلق بالنسبة له ان هو يشوفك كويس يحكم عليك، لان يعني لو الزمالك بيلعب على الدوري ولا كده ماشي مثلا مع الاهلي وبيراميدز في الدوري مش هيحكم على اللعيبه كويس،
هو اهم حاجه انا عايز الماتش، انا عايز الماتش، بلعب بنافس دلوقتي، مهم المنافسه دلوقتي بالظبط. فالموقف بالنسبه للنادي وجوميز كويس جدا، بالنسبه للعيبه مش كويس، لان اللعيبه لازم تطلع احسن حاجه عندها، وكمان الناشئين يعني مش بس اللعيبه الاساسيه طبعا، لازم كمان هم كمان شايفه ان هم اكتر ناس لازم يقدموا نفسهم لجوميز الفتره اللي جايه عشان يحجزوا اماكنهم. انا اعتقد ان الولاد اللي لعبوا السنه دي يا جماعه دول اكتر من 7 لعيبه، يعني هيمسكوا في الفرصه كويس، لان النادي الزمالك ما بيعملش كده باستمرار، يعني كل فتره طويله اما بيعمل كده يعني.